الأربعاء 22 من فبراير، عدد جديد من اقتصاد بلاس، أهلا بكم. وتتابعون معنا اليوم زوارة أكبر عملية إتلاف من نوعها للسجائر والمعسل، ليبيا تفقد ترتيبها الإفريقي في إنتاج الذهب الأسود، كل هذا وغيره في حلقة الليلة من اقتصاد بلاس، أهلا بكم. والبداية كالعادة مع فريق صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. وفي صدى الأخبار نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية مع علي المحمودي. علي، مساء النور. مساء الخير وفاء، أهلا بكم جميعا. ننطلق بتفاصيل انعقاد الجمعية العمومية لمصرف شمال إفريقيا. وفاء، حسب المصدر الذي صرح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه تم انعقاد الجمعية العمومية لمصرف شمال أفريقيا، وتم اعتماد الحسابات الختامية للسنوات من سنة 2019 إلى سنة 2021. أيضا تم تعيين خلال اجتماع الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد للمصرف وهيئة مراقبة وهيئة الرقابة الشرعية، وقد ترأس هذا الاجتماع مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي للجمعية العمومية. طيب، نمر الآن إلى موضوع آخر، حيث تحصلتم على مراسلة من النيابة العامة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بشأن تجميد حسابات شركات مجموعة السهل القابضة ومجموعة شواط القابضة. وفاء، هذه المراسلة التي كانت بين مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي والنيابة العام بشأن تجميد حسابات الشركات المذكورة، وهي شركة السهل القابضة ومجموعة الشواط القابضة. هذه المراسلة كانت بناء على حسب ما وصفته المراسلة تورطهم في قضية فساد بمصرف الواحة. نبقى في ذات السياق، ماذا عن مراسلة مدير عام مصرف الواحة إلى إدارة الرقابة على المصارف أو مصارف النقد بمصرف ليبيا المركزي؟ وفاء، هذه المراسلة والمتعلقة بقرار النيابة العامة السالف ذكره والخاص بإيقاف قيد مجموعة السهل، أوضح من خلال هذه المراسلة أوضح المتحدث باسم المجموعة لصحيفة صدى أن بناء على هذه المراسلة أن المجموعة بالاتفاق مع شركة الواحة قامت بقيام سداد مبكر لكافة القروض التي وجب تسديدها على المجموعة، وأن قرار النيابة هو قرار روتيني وسيتم إيقافه في خلال أيام بعد تقديم كافة الأدلة القانونية والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة القانونية بالمجموعة. من جانبه هو الآخر مدير مصرف الواحة وجه مراسلة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بخصوص ذات الموضوع. وفاء، هذه المراسلة ولزمنا أيضا في نفس الموضوع طالبت برفع إيقاف اشتراكات CBI على كافة الشركات المملوكة لمجموعة السهل القابضة، وأيضا أشار المدير العام بالبنك إلى تعليمات اللجنة الإدارية المؤقتة بتأجيل الرفع في الوقت الحاضر نظرا لبعض المستجدات في القضية. طيب، ختاما، النائب العام يراسل رئيس السجل التجاري لإيقاف قيد الشركات التابعة لمجموعة السهل والشواط القابضة. نعم وفاء، بالتأكيد هذا ما تحصلت عليها صحيفة ليلة أمس بإيقاف قيد الشركات التابعة لمجموعة السهل القابضة ومجموعة الشواط، وذلك كما قلنا في السابق أنه بسبب تورطها في قضية الفساد بشركة الواحة والتي جاءت على قرار من النيابة العامة. نعم، شكرا. إذن كانت هذه فقرة صدى الأخبار، نواصل وإياكم ونمر إلى الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. في زوارة أكبر عملية إتلاف للسجائر والمعسل. ليبيا تفقد ترتيبها الإفريقي في إنتاج الذهب الأسود. و141 مليون شخص على أعتاب الفقر المدقع. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل.
تم أمس الثلاثاء القيام بأكبر عملية إتلاف من نوعها للسجائر والمعسل، حيث قامت لجنة الإتلاف بمديرية جمارك زوارة بإتلاف كمية ضخمة من السجائر تقدر بأكثر من 50,000 سبيكة سجائر مختلفة الأنواع، وأيضا أكثر من 60,000 ستيكة معسل داخل مكب نفايات زوارة. وقد كانت هذه البضائع المصادرة من ضبطيات إدارة المباحث الجنائية بالمنفذ، حيث تم تسليمها لحرس الجمارك، وذلك من حيث الاختصاص. توجهنا اليوم نحن اللجنة المشكلة من المديرية لمكب زوارة لأجل القيام بعملية إتلاف تعد أكبر عملية إتلاف للسجائر، حوالي أكثر من 51,000 ستيكة سجائر مختلفة الأنواع والألاف من ستيكات المعسل في إطار مكافحة أعمال التهريب والتجارة غير المشروعة بين ليبيا والجمهورية التونسية. توجهنا نحن اليوم صحبة الأجهزة المكلفة بالإتلاف من رقابة على الأغذية والأدوية وإصحاح وجهاز المباحث الجنائية، وهي من الضبطيات التي تم ضبطها في منفذ راس جدير، حيث تعد هذه الكميات من أكبر الكميات التي تم ضبطها في ليبيا من هذا النوع. و أيضا في إطار التعاون بين مختلف هذه الأجهزة التي كلفت بعملية الإتلاف، توجهنا نحن اليوم إلى هذا المكب للقيام بهذه العملية، ونتوجه بالشكر لكافة الأعضاء المشاركين في هذه العملية من رقابة على الأغذية والأدوية ومركز جمرك راس جدير ومديرية جمارك زوارة وجهاز المباحث الجنائية الذين قاموا بضبط هذه الكميات المتنوعة داخل المنفذ، وأيضا إلى لجنة الإتلاف في المديرية التي قامت بهذا الإتلاف بناء على توجيهات صادرة من السيد مدير عام مصلحة الجمارك والسيد مدير مديرية جمارك زوارة الذين كانوا متابعين لهذه العملية منذ البداية إلى حين إتمامها في هذا اليوم. في ملف آخر، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج أعلن اتخاذ الإجراءات كلها لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأشار الحويج إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وتعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وذلك للمحافظة على استقرار السوق. وطالب الحويج أيضا الموردين بضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسي، وذلك لمدة 3 أشهر على الأقل. في ملف آخر، أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أعلنت توريد أكثر من 8,415,000,000 دينار إلى حساب الخزانة العامة، تمثل إيتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019. وقالت الوزارة في بيان أن هذه الإيتاوات والضرائب احتفظ بها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة دون سند قانوني، وجرى توريدها بعد مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرتين، الأولى في 1 يناير الماضي والثانية في 1 فبراير الجاري. وذكرت وزارة النفط والغاز في بيانها بتوريد مبلغ آخر أيضا إلى حساب الخزانة العامة قدره 10,900,000,000 دينار جرى الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرا كذلك دون سند قانوني، لافتة إلى أنه لا يعرف إلى الآن هل استفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك. أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاحه مجمع قاعات 17 فبراير الدراسية في جامعة طرابلس، أكد على أهمية هذه المشاريع لطلبة الجامعات بمختلف المناطق الليبية، موضحا أن هذا المشروع يعد باكورة عمل لمشاريع التعليم في البلاد. حقيقة اليوم مبارك أولا لأبناء الطلبة ولجامعة طرابلس ولكل أهل طرابلس وكل ليبيا، هذه باكورة الحقيقة وفي افتتاحية في هذه المدرجات اللي ممكن بدأنا فيها من 2007 و2008، والحمد لله اليوم تحقق المراد. اليوم 6 مدرجات من 21 مدرج. لا أقول إلا نريد سيد جهاز تطوير المراكز الإدارية والأخوة في الشركة الليبية تنمية الاستثمار اللي نشكر جهودهم في هذا اليوم أن يستكملون باقي المدرجات. جاهزين. والحقيقة نحن مشغوفون لافتتاح 21 مدرج
باش لاستكمال هذا المشروع المهم اللي في صالح الجامعة. نحفز جهاز تنمية تطوير المراكز الدارية لاستكمال كل مرافق الجامعات في ليبيا كاملة من شرق الغرب إلى الجنوب. عندنا مشروع واستكمال كل المكونات المركبات الجامعية، وأعتقد أن إحنا اليوم ببداية استكمال هذه المشروعات. ومبارك للجميع، والحقيقة يوم رائع وتسمية رائعة، وكلنا مبسوطين في بداية الغيط إن شاء الله، بداية الغيط قطرة، ونتمنى استكمال كل المشاريع. تراجع في الإنتاج الشهري للنفط في ليبيا يتسبب في تراجع في الترتيب إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، وذلك لصالح نيجيريا. مزيد التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. من جديد، يسجل إنتاج الذهب الأسود في البلاد تذبذبا مع انخفاض الإنتاج الشهري بنحو 10,000 برميل يوميا، فيما كان الإنتاج عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي وفق التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وتراجعت ليبيا من المرتبة الثانية أفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حاليا، فيما حافظت نيجيريا على المرتبة الأولى. وجاء هبوط الإمدادات ليتماشى مع اتفاقية تحالف أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا المتخذ منذ نوفمبر العام 2022، علما بأن ليبيا مستثنات من اتفاقية خفض الإنتاج. فيما صعد إنتاج النفط في 6 دول أعضاء خلال الشهر الأول من سنة 2023، وعلى رأسها نيجيريا وأنغولا والكويت. واستقر إنتاج الجزائر النفطية، بينما زادت إمدادات النفط في فنزويلا والكونغو بنحو 20 و19 ألف برميل يوميا على التوالي. ويأتي هذا التراجع في وقت ما زالت تتطلع فيه ليبيا إلى رفع إنتاجها، بعدما أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بدء تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مشيرا إلى تطلع ليبيا لزيادة إنتاج النفط لمليوني برميل يوميا بدلا عن 1.26 مليون خلال 3 إلى 5 أعوام. وفي موضوعنا الدولي لليوم، أظهرت دراسة جديدة هذا الأسبوع أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي قد يدفع 141 مليون شخص آخر على مستوى العالم إلى الفقر المدقع، وذلك بسبب أزمة تكلفة المعيشة والدراسة أيضا. وشارك في هذه الدراسة باحثون من هولندا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة، والذين أجروا نمذجة لتأثيرات زيادة أسعار الطاقة في 116 دولة. قال باحثون في الدراسة المنشورة في دورية نقلها موقع أويل بريس، قال أن إجمالي تكاليف الطاقة للأسر من المقرر أن يقفز من أو ما بين 62.6% و 112.9%، وهذا سيساهم في زيادة تبلغ 2.7% إلى 4.8% في نفقات الأسر. لا يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر على فواتير الطاقة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار على جميع سلاسل التوريد والمواد الاستهلاكية، بما في ذلك الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى. في نهاية العام الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الطاقة العالمية تقوض أيضا الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل إلى طاقة ميسورة التكلفة، لا سيما في العالم النامي حيث يتزايد عدد السكان المحرومين من الكهرباء مرة أخرى. وفقا لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن يزداد عدد الأشخاص حول العالم الذين يعيشون بدون كهرباء بنحو 20 مليون شخص، ليصل إلى ما يقرب من 775 مليون شخص حول العالم، وهي أول زيادة عالمية منذ أن بدأت وكالة الطاقة الدولية في تتبع الأرقام قبل 20 عاما. وذكر الباحثون أيضا أن الأسر في البلدان منخفضة الدخل والتي تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء كانت أكثر عرضة لخطر الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك قالوا أن الأسر في البلدان ذات الدخل المرتفع شعرت أيضا هي
أخرى بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المرجح أن تكون هذه الفئة قادرة على استيعاب الضغوط من ميزانيتها. وذكر الباحثون أن العديد من الحكومات حول العالم اتخذت بالفعل خطوات لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، لكنهم قالوا أنه يمكن القيام بالمزيد مثل دعم الأسعار وفرض ضرائب إضافية على شركات الطاقة. إذن مشاهدينا الكرام، نأخذكم إلى فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. نواصل معكم اقتصاد بلس، والآن إلى فقرة أسواق بلس التي تأخذكم اليوم إلى جولة في محل بيع العطور. أول ماركة متوفرة عندنا هي ماركة ميسودا ميلانو، والمشتهرة بأرواجها وظلالها الجميلة. $140 طبعا تبعت عالي، تتصنف من الماركات الهاي ان. عندها كذلك الظلال السائلة الجميلة اصدار 2023 بعدة الوان. ننتقل للماركة الثانية الغنية على التعريف، طبعا ميبيلين نيويورك المشهورة بكريم الفيتمي وأرواج السوبر ستي. هذا الأرواج بكاش سعر $40 ومتوفر جميع الألوان. ديبورا مشتهرة بمسكراتها، خاصة المسكرات السوداء والزرقاء هادي والذهبية والمسكرة الفضية، $25. نجو للماركة اللي بعدها، هي ماركة توب فيس، ماركة بسيطة تناسب البنات الصغار في السن، خفيفة، أسعارها ما تتجاوزش أعلى سعر فصلها $45، أعلى حاجة في نوت $60. متوفر عندها البلاشر العادي والبلاشر المينيرال. أرواجها متوفر عدة تشكيلات كبيرة، عندها الهايلايتر، عندها آي شادو. الهايلايت عندها $35، البليت الآي شادو الكامل $60، عندها الكونسينر المتوسط التغطية $20، وعندها الفل $30. يتوفر عندنا بعض البراندات العالمية زي نارسيسو، إلي صعب، سي، بربري، أسعارها في حدود $500. أولمبيا حتى هي متوفرة عنا 212 في 350. جود جارل متوفرة عنا في 400 دينار. وموفرين عطور خاصة لزبائننا، براند هولندي، أي في منها رجالي ونسائي، أي قطعة $25 حصرياً عندنا. هذه موفرينها لزبائننا، فيها التساتر طبعاً للتجربة، تباتها عالي جداً، ماركات هولندية متوفرة عندنا. في قسم كامل للنسائي وعندنا الرجالي كلها ب$25، عطور أصلية هولندية ومديرين لها سعر خاص لنا لزبائننا فقط ب$25. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.